بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا حبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليل من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا عما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن من آيات الله التي أقسم الله بها في القرآن الذكر والأنثى. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم بين طريق كل فريق فقال: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، أي جعل لكل فريق طريقا، وجعل لكل طرف سبيلا. وإذا أقسم الله بهذا الخلق، إذن هو خلق لا يعلم حقيقته ولا قدره إلا الخالق، وهذا جانب لابد أن نسلم به أولا. فلا يعلم الفروق الحقيقية بين الذكر والأنثى إلا خالق الذكر والأنثى. الإنسان منا ولد لا يعلم شيئا، أقربه أكثر. فرب العباد خلق الذكر والأنثى والإنسان ولد لا علم له بالطرف الآخر. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولمنا من جاء عالم أنه ذكر وأن هناك فرق بينه وبين الأنثى، أو ولدت أنها عالم وتعلم الفرق بين الذكر والأنثى. أبدا، تحصيلنا للعلم محدود جدا. الشاب إذا بلغ رعاية الشباب احتاج للأنثى، والشاب الفتاة احتاجت للذكر، يتم الزواج. ما علم الشاب بالمرأة؟ وما علم المرأة بهذا الشاب؟ نقدم على الزواج وكلانا أجهل ما يكون بالطرف الآخر. حقيقة هذا الجانب لابد له من قاعدة تعلم. رب العباد وضعها، وضع لنا قواعد وأحكام تبين للرجل من المرأة، وتبين للأنثى من الذكر، وكيف يتم التعامل بينهم، وما هي القواعد والحدود التي يقف عندها كل طرف. هذا الأمر لابد أن نسلم أنه لا يعلم علمه إلا العليم، ولا يملك التشريع فيه إلا العليم. الإنسان إذا تعامل بجهله أساء يقينا، ذكرا كان أم أنثى. لذا جاءت الشريعة من الله عز وجل، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين لنا كل معالم التعامل. أولا طبيعة الطرف الآخر، أحواله في كل ظروف حياته، وده جانب خطير جدا، كيف نتعامل معه في كل مرحلة.
في كل حال كيف يتعامل كل طرف مع الطرف الآخر في كل أحواله، في كل ساعة عمره، في كل أحوال تقلباته. كل هذه الجانب جاءت به الشريعة تفصيلا، والعلماء جمعوها في ما يسمى بفقه النكاح أو فقه الزواج والطلاق. جمعوا الأحكام التفصيلية التي وردت حول هذا الموضوع. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء المسلمين. ولما يقول أجمع، الإجماع حجة بعد القرآن والسنة. لقد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج. يبقى اللي خطب واللي عقد واللي دخل تعين عليه أن يتعلم هذا العلم، وإلا فإن كان جاهلا به على أي أساس يتعامل؟ لا أساس إلا هواه أو عرف ورثة، سواء مع قومه أو من غيرهم أصحابه الخلال. وهذه كارثة، أن تحكمنا أهواءنا ولا يحكمنا شرع ربنا. كارثة، بل هي السبب الرئيس في 90% من المشاكل التي بين الزوجين. المرء يا إخواني قاعدة عدو من جهل، اللي يجهل شيء يعاديه، سيتصرف معه تصرفات الأعمى الذي لا يعرف حقيقة من أمامه، فتصرفه يستحيل يستقيم، يستحيل يستقيم. هذه قاعدة رب العباد وضع لنا، هذه القواعد الدقيقة جدا التفصيلية، حتى ندرك طبيعة كل طرف وما يترتب على هذه الطبيعة من أحكام. رب العباد لما كلف قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ طيب، هل وسع الرجل كوسع المرأة؟ أبدا. في أمور نتساوى، وفي أمور كثيرة جدا نختلف. الأمور التي نتساوى فيها، الأمور التي نتساوى فيها يعرفها الرجل من نفسه يعرف امرأته، والأمور نختلف فيها من أين أعرفها؟ لا سبيل إلا الوحي، لا سبيل إلا كلام العليم الخبير. رب العباد لما يقول إن سعيكم لشتى، ليبين أننا وإن كنا جنس واحد البشر لكننا ذكر وأنثى، وللذكر طبيعة تختلف عن الأنثى، وعلى ضوء هذه الطبيعة جاء التكليف. ما كلف الرجل إلا بما يواكب طبيعته وإمكانياته وطاقاته التي جبلها، ولا تكلف المرأة إلا على ضوء إمكانياتها وطاقاتها التي تملكها. وهذا معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع الطاقة والقوة الموجودة، هذا معنى الوسع. سماها ربنا في القرآن في حق الإنسان الوسع، وسمى الطاقة في كل حق المخلوقات سماها الجود، سماها إيه؟ الناس طبعا فاهمة القوت المم الأجل والشرب، أبدا، القوت الطاقة التي يكلف الله على ضوئها وعلى قدرها. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ما معنى أقواتها؟ كلنا بنقرأ آية، ما معنى أقواتها؟ المم، يعني الأرض لها مم. قال أقواتها ولا أقواتهم؟ نفهم القرآن يا إخوان. قال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أقواتهم ما جاءت في أقواتها، أقواتهم أقوات الخلق جميعا، الإنس والجن والحيوانات والحشرات والدواب، جاءت في قوله سواء للسائلين.
لم يقل سواء المحتاجين، ليبين لنا عظمة الخلق وأنه أوجد على الأرض كل ما يحتاج إليه الخلق إلى قيام الساعة. لما يقول سواء للسائلين يعني كل ما يحتاج إلى الخلق فقط، لا أشد، كل ما يتمنى الخلق. الإنسان لا يسأل ما يحتاج لكن يسأل ما يتمنى، يسأل ما يتمنى. فلما يقول سواء للسائلين لم يحصل الأمر عند الحاجات، بل ارتقى بها للآمان والأمال. فكل ما يؤمله الخلق من إنس وجن وحيوانات وحشرات من أقوات وحاجات قدرها رب الأرض والسماوات، ولخص هذا كله في كلمتين: سواء للسائلين. أما أقوتها، أقوة الأرض أفردها وأنثها، الأرض لها قوت، أي كل مخلوق إخواني له قوت، له ضغط، له قوة تحركه، إصبعك هذا يتحرك بقوت، لو سلب الله قوته تصلب، الامشي عنك يتحرك بقوت، يطلع ينزل بقوت، لو سلب الله القوت لتشد تثبت في مكانه. المعدة عبارة عن إيه؟ جلد، لها قوت، ها؟ ما هي القوة والطاقة؟ العلماء قالوا كلمة القوت كما يقول ابن فارس في بقية كتاب مقيس اللغة، قال وكلمة القوت مادة القوت والقاف والواو والتاء، قال أصلها من الحفظ والاقتدار. ولذا ذكر الله لنا اسم من أسماء الحسنى سمى ذاته المقيت، وبين أن المقيت له قوت أعطاه لكل مخلوق، بل لكل شيء، حتى الجماد، حتى الجماد. قال تعالى وكان الله على كل شيء، وكل من ألفظ عموم، من ألفظ عموم تشمل كل، وكان الله على كل شيء مقيت. يبقى المعدة لها قوت، القوت القوة والطاقة التي تضمن المعدة أن تعمل طيلة حياة الإنسان، وده معنى الحفظ. والاقتدار تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. ولذلك اسم المقيت يجمع اسمين: الحفيظ والمقتدر. الحفيظ والمقتدر معا. إذن القوت هي القوة التي تعطي كل مخلوق القدرة على العمل، على الحياة ما دامت حية وما دام لها عمر، وتعطي القدرة على أداء كل ما كلفت منها. قوة المعدة القوة التي تجعلها تعمل طوال حياة الإنسان وتهضم كل ما يدخل المعدة، جلد. طب اسأل نفسك كده، معدته كم عجل هضمت في حياتك؟ كم عجل؟ تخيل في الوجبة تاكل لك قطعتين لحم وربع كيلو، لما كنت يعني راجل عنتين وتاكل لك نص كيلو، ها؟ في الشهر بكام؟ في السنة بكام؟ هتطلع لك بخمس ست عجول، في عمرك بكام؟ هتطلع بزريبة. وصلت؟ تخيل كل هذه الزريبة هضمتها المعدة. ما هي القوة وما هي الطاقة التي تجعل المعدة تهضم كل، كم مزرعة فراخ هضمت؟ كم مزرعة سمك؟ كم هكتار فجأة؟ هتجد نفسك أمام معادلة كبيرة جدا. وهي جلدة؟ أيوه جلدة. ومن هالقوت لحظة انتهت. لسانك طالع نازل. لو سلب الله قوتها توقف. والقرآن يعطينا إشارة. آية من آياته. نبينا زكريا. لما طلب الولد ولا إمكانية عنده الولد. لكنه نظر لواقع الناس وجد بني إسرائيل يكاد يفنوا. والفساد دب فيهم إلى النخاع. وليس هناك نبي على الارض غيره. في وقت سيدنا زكريا لم يكن هناك نبي اخر معه. فطلب من الله الولد ليكون النبي الذي يخلفه. ليس حبا في الولد ولكن في حمل الرساله. ولذلك طلب في وقت صعب كده. عمره 120 عام. وزوجته تجاوزت 100 عام. زوجته كانت قبل انقطاع حيضها عقيم. انقطع الحيض من 50 سنة عقيم،
وخمسين سنة لا حي، هل هذه فيها نفس في مجال الإنجاب؟ لا عنده ولا عندها. لذلك هو نفسه لما دعا أسر بدعائه عنها، لو سمعت منه اتهمته أنت يعني إيه اللي حصل لك؟ لذا قلت على ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ده في بيته وليس في بيت إلا زوجته، أسر عنها إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأرض مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، الأم هتضيع، فهب لي من لدنك وليا يرثني، مش مال وجاه، لا رسالة ونبوة، ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضي. جاءت البشرى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، هو الذي طلب، خلي بالك، لما طلب بدأ بالاعتذار عن نفسه أولا، قال وهن الأرض مني واشتعل رأسه شيبا ولم أكن بدعك رب شقيا، وبعدين قال كانت امرأتي عاقرة، فقدم نفسه في الطلب واستضعافه أو ضعفه وأخر امرأته، لما جاءت البشرى عكس، قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، طب أنا ممكن يعني إيه أطلع حاجة، طب والولي غلبان اللي قطع حدها من 50 عام وكانت عقيم قبلها، أنى لها ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف، أنى يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، فجاءه جواب ربه، وكلمة عتية طبعا هنا لها معنى دقيق جدا، إيه معنى عتية؟ عجوز. ها؟ عجوز. مش عجوز بس، عتية لها معنيين عند العرب، قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، فيقال عنه عتي، بل لجوا في عتو ونفور. هزيل تستعمل الكلمة في معنى ثاني خالص مختلف، نفس الكلمة عتي، تقول فلان عتي بلغ به كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، ما بقاش فيه لحم خالص، فيقال عنه عتي، خلي بالنا، وده من إعجاز في القرآن، لما ربنا بدأ يستخدم كلمة لها أكثر معنى عند العرب يأتي بها في موضعين أو ثلاثة، موضع بلهجة موضع بلهجة ثانية، حتى لما البطن الأول ما عند الثاني والثاني ما عند الأول، وده الحقيقة من أخطر وجوه الحديث القرآن والناس عنه في غفلة خاطر، مثال هذه الكلمة ساقها الله مرتين في نفس السورة، مرة بلسان هذيل في هذا الموضع، ومرة بلسان قريش في الموضع الآخر، ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، جاءت على لسان قريش، الأولى جاءت على لسان هذيل، فعلمت قريش ما عند هذيل وعلمت هذيل ما عند قريش، ولأول مرة يوجد كتاب يجمع كل ألسنة العرب على كتاب واحد، وده من أخطر وجوه إعجاز والناس عنه في غفلة قتل. الشاهد يا إخواني لما قال وقد بلغتم كبرتي، ها؟ جاء الجواب، وقد خلقتك من قبل لم تكن شيئا، فطلب طلب عجيب، قال رب اجعل لي آية، وده الشاهد. ما الآية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ده سيدنا زكريا لسانه بلبل شغال وداعية ونبي ومبلغ، يقف لسانه؟ سلب الله قوت لسانه عند الكلام، إن ذكر الله عاد له القوت، إن أراد الكلام توقف الكلام، ولا حرف يطلع، ولا حرف يطلع، إن سلب الله قوت اللسان ما نطق، أعاد إليه القوت اشتغل، وقس على هذا، إذا ندرك الأرض الذرة لها قوت، المجرة لها قوت، الأرض لها قوت، قوة تحرك الذرة عبارة عن نواة والإلكترون بدور حولها، طيب النواة نفسها لها قوت،
الإنسان عبث بنواة الزر شطرها، فوجئ أن القوت الذي يحرك النواة كم يساوي؟ تختزن، شوف تخيل يعني خشب كهذا كم ذرة؟ ملايين ذرات داخل كل ذرة نواة، النواة فيها طاقة حرارية لو انشطرت أحرقت مدينة، دمرت مدينة. فالقوت الذي تحتاجه نواة الذرة يكفي لماذا الدولة؟ فكم القوت الذي تحتاجه الأرض حتى تدور حول نفسها وحول الشمس ومع الشمس في مجرات أخرى؟ وصلت؟ ولذلك خلي بالك يا إخواننا، خلق القوت أعظم من خلق الأرض. من أين جئنا بهذا؟ كم استغرق خلق القوت؟ يومين. صح تمام كده. خلق الأرض استغرق يومين، وخلق القوت استغرق كام؟ 4. أيهم أعظم خلقا؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ليبين أن القوة التي أعطاها الله الأرض أخذت يعني هولي بس عطاء من الله كبير جد جد، عطايا لا حدود لها، حتى استغرق خلقها وقت خلق الأرض والسماوات. خلق الأرض يومين وخلق السماوات يومين، خلق الأرض القوت 4 أيام. واحد يقول لك الله يبقى المجموع 8، قالها كبير النصارى عندنا في مصر، قال الله القرآن غلط له، هم 8، ربنا قال ما هو 6. قلت له أسلم بعيد لا أفهم بالعربي. ها يا إخوانا، أثناء خلق الأرض كان خلق القوت، فرغ من خلق الأرض في يومين واستمر لخلق القوت 4 أيام. إذا ندرك المجموع كام؟ 6، والسماء في يومين تبقى 6. لكن يدلك هلا على عظمة الطاقات، كيف أوجد الله في الخلق بهذه القوة. الشاهد يا إخواني، إذا كل شيء له قوت، له قوة تحركه، له طاقات تحركه، سماها ربنا عند كل خلق قوت، وسماها عند التكليف الإنسان الوسع، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف النفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، بكل صفة لا يكلف الله إلا ما أتاها. واضح المعنى؟ هنا التكليف وعظمة الله في التكليف. لما كلف بيّن أن الثمرة التي أرادها الله من هذا النكاح استخراج أجيال واستمرار نفس البشر. كيف تتأتى الأجيال؟ لا تتأتى إلا بذكر أنثى. في طريق آخر؟ ذكر لوحده يخلف، أنثى لوحدها تنجب، سلامات. لا سبيل إلا هذا، لا سبيل إلا هذا. فهيأ الرجال للنساء وهيأ النساء للرجال، ورحم الله من بينهن المصطفى ابنتها ذات عرس، قالت أي بني إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. إذا خلقت المرأة لرجل وخلق الرجل المرأة، ولا خيار، لا خيار آخر. ولذلك جعل الله بينهم من القوى التي تتحرك ما يفوق كل الأواصر. عندنا أواصر الأبوة، أواصر البنوة، أواصر الزوجية أعلى. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة أحد وعاد إلى المدينة لقيته حامل بنت جحش. أنا من خبري حامل بنت جحش بنت عمته، أمها السيدة أميمة بنت عبد المطلب، وأختها زوجته سيدة زينب بنت جحش. النسب بينها قليل، فلما لقيته أراد أن يواسيه في شهداء أحد، وخصها بالذكر بثلاثة من الشهداء من كبار الشهداء كلهم لما سمعها، فبدأ بعلها، قال يا حمنة أواسيك في خالك، أسد الله في الأرض
الحمزة بن عبد المطلب. من يقدم على الحمزة في شهداء أحد؟ أسد الله في الأرض. قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار ولا يقول إلا ما رضي ربنا إن الله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وأواسيك في أخيك. أسد الله الثاني عبد الله بن دعش. قالت يا أخوه خالها أخوه. قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ وإن الله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وأواسيك في زوجك مصعب بن عمير فولولت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هكذا يقع الرجل من المرأة بمكان لا تيتم المرأة ولا ترمل بفقد أخيها ولا أبيها ولا خالها ولا عمها لكن ترمل بفقد زوجها. ندرك هذا المعنى. المرأة بمجرد ما يتم العقد كل ما عندها من طاقات الأنثوية تعمل مع زوجها لا تعمل لا مع أبيها ولا مع أمها ولا مع أخيها. عمل كل طاقاتها الأنثوية مع زوجها مع زوجها. لابد أن نعلم هذا. ولذلك الشارع راعى هذا. بمجرد تم العقد المرأة ارتبطت بارتباط شديد جدا كل عواطفها كل هواها كل فطرتها تتوجه إليه بكلياتها توجهت إليه هتنفق هذا كله معه. أنفقت أعطت أظهرت أبدت كسرها وطلق حتى قبل مسها فرض الله لها متعة من غير بناء من غير بناء. تدمير هذه القوة وكسرها مصيبة كبيرة في حقها. فأراد الله أن يعوضها ففرض على الرجل متعة لها نفقة زنا متعة وسمها متعة. فقال تعالى أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني بعد الطلاق بسنة ممكن تتزوج غيرك. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومع عدم وجود العدة قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأوجب العد مع ملحوظ أين جاءت هذه الآية؟ لا في سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب تحدثنا عن بيت النبوة. الآيات التي قبلها تنادي رسول الله يا أيها النبي إني أرسلناك شاهدا بشرا ونذيرا. والآيات التي بعدها تكلمنا عن رسول الله يا أيها النبي إني أحلل لك أزواجك. وجاء بين هذه وتلك بهذه الآية ليبين لنا أن هذه فريضة حتى على رسول الله. وإن فرضت على أكرم خلق الله فمن باب أولى فرضت على من سواه. معاني خطيرة جدا يا إخواني. كيف راعى الله هذا كله؟ لأن هذا الرجل ينظر الله. طب أنا لم جاء بالفعل الصحابة ابنه طلق امرأته قبل أن يبني بها فقال يا رسول الله ما مسها ولا أتاها فكيف أدفع لها المتعة؟ وتأخذ ماله تعطيه لغيرها لغيره؟ دي نظرة العاجز. الشرع لما شرعها راعى الجانب الذي لا نعرفه جوانب العاطفة والحنان والأنوثة التي أعطتها لزوجها بمجرد العقد ما أفرغتها بوسعها كاملة إلا له ولا سبقه إليها بها أحد. إذا ندرك رب العباد لما شرع راعى كل هذه الجوانب. حق الزوجة في النفقة والكسو بس. ولما تحدث عن التعدل الاصلي العدل في النفقه والمبيت سلامات. العلماء قالوا النفقه في كل شيء لا يستثنى الا الميل القلب. النفقه في كل شيء حتى في نظره العين.
رجل متزوج اثنتين، النظرة لواحدة بعين الرحمة والثانية بعين الغضب فهو جائح، ليس بعاد، ليس بعاد. اللطف في الكلام مع واحدة وغلظ مع الأخرى جائح. ندرك هذه الجانب يا إخواني، الشرع وضع لها ضوابط البشرية لا تعرفها أصلا. طيب أسألكم سؤال، من من البشر يعرف الفرق بين القلب والروح والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى؟ كل هذه قوة في صدور الإنسان، ورب العباد بيّن أنها محل تكليف وفرق بينها. الناس فهم أن كل التكليف القلب، أبدا. لما يقول تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، عما يحدثنا في الصدور؟ ما الذي في الصدور في نظرنا؟ دخلنا في التشريح، يقول لك في الصدور الرئتين والقلب والبلعوم المريء. طب يبتلي الله في ايه؟ الابتلاء في الرئتين ولا في البلعوم المريء ولا في القلب بس؟ طب لماذا ذكر الصدور ولم يذكر القلب؟ بل اشد من هذا، في نفس الايه فرق بين قوى الصدر وبين القلب. قول ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لقوى الصدر كامله والتمحيص قلب واحد. والتمحيص قلب واحد. وحتى النتائج والثمار اثرها على الكل. في امور تاثر في كل قوى الصدر وامور تتعلق بالقلب. لما يقول تعالى: افمن شرح الله صدره للاسلام. يبقى الشرح بيقع فين؟ الصدر اللي ينشرح. ما هو الصدر الذي ينشرح يا اخوانا؟ كلنا بنسمع الايه دي: الم نشرح لك صدرك. كم مره قراتوها في حياتكم؟ ايه معنى الم نشرح لك صدرك؟ ها؟ يقول لك عم شرح. ربنا شرح صدره. هو ده معنى الم نشرح صدرك نشرح صدره؟ ما هو صدره الذي شرح؟ الضلوع عضلات؟ ولا الرئتين؟ ولا الملعوم والمريء؟ ولا القلب؟ هذه قوة الصدر تعرفها، ولا في قوة أخرى؟ هل في الصدر شيء آخر نعرفه مادي غير هذه؟ يا إخواننا قوة الصدر قوة خفية لا يعلمها إلا رب البرية، والقرآن نصص عليه. وإحنا ذكرنا سبعة: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. فقوله ألم نشرح لك صدرك أي كل قوى صدرك. إذا في شرح للنفس، شرح للبال، شرح للعاطفة، شرح للفطرة، شرح للهوى، شرح للقلب، شرح للروح. وضح المعنى؟ ألم نشرح لك صدرك؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه ثم فرق فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح للصدور وجعل القساوة من خصائص القلوب. انفرق. ندرك من يراعي هذه القوى فينا. هذه أخطر قضية إخواني، سببت جل الخلافات بين الأزواج. جهل الرجل بهذه القوى عند المرأة وجهل المرأة بهذه القوى عند الرجل. قوى غيبية والبشرية الآن تائهة لم تصل لشيء فيها أو عنها. ابحثوا كده في كل لغات الأرض، في الانجليزي، في الفرنساوي، في الالماني، في الصيني، في الهندي، في اي لغه. هل تجد اسماء لهذه القوى السبعه؟ هل تجد تفريق بين هذه القوى السبعه؟ انا حصل معي موقف طريف، كنت القي محاضره في كندا. فاما مثل اخ فاضل جدا، مترجم ما شاء الله يعني متين. قال لي: يا عم الشيخ عايزين محاضره عن الاعجاز في اللغه العربيه. قلت له: صعب تترجم دقائق اللغه، صعب تترجم. قال: لا يا عم الشيخ انا ساترجم. قلت له: طب ترجم لي هذه السبعه. قال لي: لا ترجم. اخواني في المانيا قال: لا ترجم، لا ترجم. ملحوظه مهم، الاسم فرع المسمى. يعني فرع مسمى يعني لا يوجد الاسم قبل المسمى. قبل اختراع هذه الزجاجة كان عندنا اسم زجاجة،
واللي ما اخترعناها كنا نطلق عليها؟ واللي بعد اختراعها بحثنا عن اسم هتقول لي لم نحضر اختراع الزجاجه. طيب حضرت اختراع المحمول. قبل ان يخترع المحمول كان عندنا اسم محمول، ولما اخترعناه كنا نسميه هذا الاسم. واللي بعد اختراعه بحثنا عن اسم. يبقى ايهما اولا؟ الاسم ولا المسمى؟ ها؟ المسمى اكيد. بعد اختراع المحمول نبحث عن مسمى. فريق من العرب شافوه يحمل في الجيب سموه محمول. فريق ثاني لقاه بتهز سموه الهزاز. فريق ثالث راه سهل نقله سموه النقال. كل دي مسميات المحمول. فريق رابع وبطن رابع من العرب سموه الهاتف الخلوي اللي بيطلع بيه في الخلوي. ها؟ يبقى عندنا المحمول والجوال والنقال ها؟ والهزاز والهاتف الخلوي. كل دي اسماء لمسمى واحد اللغه العربيه وصح. وعلى اي صفه ممكن تختار لها اسم. اذا لا اسم بعد المسمى. عدم وجود هذه الاسماء في كل هذه اللغات دلت على انه ما عرفوها لا بكسبهم ولا بجهلهم ولا طاقه لهم عليها ولا وصلوا اليها حتى يسموها. ولولا أن الله في القرآن والوحي سماها ما عرفناها، لأنها في حقنا غيب ولا يعلم علمها إلا علام الغيوب. كيف نتعامل معها ونحن نجهلها؟ رب العباد وضع لنا أحكام ليعلمنا كيف نتعامل مع كل قوم من هذه القوم. وجاءت السنة بهذا. على سبيل المثال الرجل غلب عليه ضعف العاطفة وقوة العقل. لو ضعف عقله وقوت عاطفته لصار عطاؤه عطاء النساء. في بعض الناس ده حاله نسبة لكن ضعيفة ليس الغلب. النساء العكس، غلبت عليها العاطفة لقوتها عندها ولأن دورها يحتاج إليها أكثر من رجل، فغلب عليها أوقف حركة العقل فجعل عطاء العقل أضعف من الرجل، فصار لها نصف شهادة الرجل وصارت بنصف عقل نصف الرجل. ليه؟ المرأة يا إخواني جعلها الله حلقة بين اثنين، بين الزوج رجل وبين الأولاد، مطالبة أن تقوم بدورها كامل مع زوجها وأن تقوم بدورها كامل مع أولادها، وخاصة في السنة الأولى. هي التي تحمل، الرجل يحمل؟ ها؟ هي التي تلد، الرجل يلد؟ المرأة تحيض، الرجل يحيض؟ ها؟ يبقى فيه تساوي؟ ولكن مساواة في كل شيء. العصر تحول ها؟ العصر تحول شوية. ما أعرف والله لو حول لو تبططوا حتى عمره ما تحول. يا مولانا الرجل حتى وان حولوه في النهايه هو رجل. هو رجل. هو رجل. هيدوا له حقن ويخلوه شكله جسمه امراه. وفي النهايه هو رجل. جلده الافرازات التي يفرزها جسمه كلها خشونه. إفرازات جسم المرأة كلها رق ليونة. إلمس جسم الرجل هتجد الخشونة، إلمس المرأة هيغيرها زي ها؟ المرأة لها رحم. يعرف يركبوا الرجل بتحول رحم؟ المرأة تلد. يعرف يجعله متحول رجل؟ يلد؟ سلامات. هذا جنون. هذا جنون. أنا رأيت بعيني رأسي في آخر رحلة كنت فيها في كندا في المطار جالس وابتليت بامرأتين بجواري كنديتين يعني ومعهم طفل صغير. الطفل واضح انه هو افريقي اسود. هم كنديين لونهم لون الاوروبيين والولد لونه اسود. طفل يعني اربع خمس سنوات ينادي واحده ماما وينادي الثانيه بابا. سحاقيتان
واوهموه ان دي ماما ودي باب. هو خطفوه من عائله مسلمه واعطوها له. واصبح ابن البابا وماما. فان كان بابا ماما فاين بابا؟ الله يرحمك شيخ كرشك رحمه واسعه. كان يقول لك الله يا اخويا اليهود عندهم النصارى عندهم بابا واليهود عندهم ماما امريكا واحنا لا بابا ولا ماما. ها؟ فده لا بابا ولا ماما. لا يصلح بابا لا يصلح ماما. بلاء مبين يا اخواني، يستحيل يا اخواني. فطرة الله التي فطر الناس عليه كيف نغيرها؟ هذا جنون. بل أمرنا يعني، لكن هذه نسبة كانت ضعيفة جدا. المخنث عرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. المخنث إنسان مخلوق له ذكر وأنثى. لكن كم نسبته؟ واحد في المليون. نسبة ضعيفة جدا. المخنث العلماء والفقهاء وضعوا لها أحكام. قالوا إن غلب عليه طبائع رجال يعامل معه رجال، فلا يخلو بامرأة. وإن غلب عليه جانب الأنوثة يعني جلده وجسمه وحركته حياته وطريقة كلامه وتكسره في مشيته هو أنثى. هنغيرها إزاي؟ ها؟ قالوا يعامل معه أنثى. فينظر لحاله الغالب. لكن قضية إن احنا نقول تحول وأصبحت الأنثى رجل وأصبح الرجل أنثى، هذا الكلام إجرام في حق النساء. نسأل الله أن ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي الأمة والبشرية كلها من هذا البلاء المبين الذي صار الآن يعني بلاء عام عمت به البلوى والأرض كلها، بل تبناه للأسف الشديد دول الآن تبنت هذه الفكرة. شرع الله راعى هذا، قال وما خلق الذكر والأنثى. لم يذكر صنف ثالث. إذا جعل للمرأة طبيعة تختلف عن طبيعة الرجل. وعلى ضوء هذه الطبيعة جاء التكليف. المرأة حلقة وصل بين الزوج وبين الأولاد. جعل الله تكليفها الرئيس ومهامها الرئيسة التي تقوم بها ترتبط المهمة الأولى مع الأولاد والثانية مع الأباء. مع الأزواج. وربط بين هذين بآيات، فقال تعالى في حق الأولاد: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. في سكة أخرى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا أم وجد. جاء هذا التكليف وخلق الله برحم لتحمل وغلب عليها جوانب العاطفة حتى تتمكن من قيام مهمتها بمهمة الأولى. كيف تحتمل وتصبر على الطفل حال حملها وحال رضاعها حال ارضاعها وحال رعايتها وحضانات الطفل في السن الاولى؟ الطفل لا يملك شيء ولا يعقل بشيء. من بديل اللي يعوضه نقص العقل؟ امه. من البديل الذي يتكفل بحمايته؟ امه. لو كمل عقلها كالرجال تستطيع أن تقوم هاتين المهمتين؟ يستحيل. لو فكرت المرأة في لحظة في حماية طفلها لضاع. لكنها تعمل بعاطفة بلا فكر. لو الطفل سقط الآن تعثر في الحصير سقط على الأرض، ماذا يصنع الأب؟ هيوزنها بالعقل. إيه يعني وقع؟ ما كل العيال تقع طول عمرنا نقع تكسر. قوم يلا ده ما كانش يديله كافيه كمان. مش قلت لك ما تضبطش ما تلعبش؟ من قال لك انه لا لعب؟ وهل فطره الله على الثبات؟ على عدم الحركه؟ يا اخواننا لازم تتحرك. ان لم تتحرك اعضاءه تشال. لازم يتحرك، ولذلك اعطاه الله القوه على الحركه 24 من ساعه مصر لغايه ما ممكن تتحرك. لو عايز يلعبك انت نفسك هتقطع نفسك. مع اي طفل عمره سنتين تعرف الجري في اللعب؟ خمس دقائق عشر دقائق هتنخ. وانت ابوه عايز واحد يلعب 24 من ساعه مصر للمنام. طاقه قوه، هذه الحركه هي اللي بتنمي فيها اعضاءه. والكلام ده فطري حتى عند الحيوانات.
شفت معزه؟ الجفر الصغير من اول ما بتولد لا تتنط وتجري وتدور على اختها وتنطح وتنط ان لم تتحرك بهذه الحركه كيف تدفع نفسها؟ كيف تقوى عضلات جسمها؟ هذه سنه وفطره اخواني، فطر الكل عليها. من يجال الطفل هذه المرحله؟ من يحميه؟ الاب اللي هيفكر سقط الطفل لا يسأل فيه، هيوزنها بالعقل، هيعاطف شوية يكون. الأم أبدا لا تفكر العاطفة، ابني حبيبي، طول ما هو بيعيط لن تهدأ ولن يهدأ الهبال أبدا، ولا تفترض إلا السوء. آه يمكن جاله نزيف، طب لو على الحصير ده هتجيب نزيف، آه ممكن، آه لسه بيعيط، عايز الدكتور، المستشفى. لا يهدأ الهبال ولا يستقر لها قرار حتى تطمئن عليهم 100%. لولا هذه العاطفة ما ربينا، ما ربينا. إذا نقص عقلها كما قال السلف عين كمالها. إحنا فهمنا كلمة النقص فهم خاطئ، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. فهمنا ان هذا نقصان وعين، والرجل كل ما تكلمه اصبت اقصى عقل الدين. هذا من سوء ادبنا اولا في فهم حديث نبينا، ثانيا من سوء ادب مع سائلنا. هل نتصور ان الله كمل خلق كل شيء الا المراه؟ قال تعالى: هو الذي احسن كل شيء خلقه. اليست المراه من اسمى الخلق بلا نزاع؟ فكيف يكمل كل الخلق إلا طرف من طرف البشر الأنثى؟ الذي يقول هذا مجنون. يا إخواني، كمال المرأة في نقص عقلها، وهذا نعم، أقول كمالها في نقص عقلها، حتى إذا رأينا هذا منها لا نلومها لا ننازعها. هذا النقص الذي لقوة وغلبة العاطفة هو الذي جعلها تكون أم ترعى تحمل، لا تفكر، لا تفكر في أشد حالة نومها واحتياجها لزوجها. لو صرخ ابنها تلقي كل هذا وراء ظهرها. ابني حبيبي، من أعطاها هذه القوة؟ هذه القوة لتتمكن من أن تكون أما وجدا، فعوض الله بها نقص الطفل ونقص قدراتي على الحماية، بل نقص كل قدراتي كلها تعوض من أم. الأمر الثاني نقص عجزي عن تعلم، ها؟ أعطاها الله صبر عجيب. كيف تعلم الطفل الذي لا ينطق؟ كيف ينطق؟ تستطيع أنت كأب تعلمه بس يقول بابا؟ عشان تعلمه عايزها كم شهر؟ شهرين ثلاثة قاعدة طوالي يقول بابا، قول بابا، قول ماما، اي حد. ابا يا سلام، أب. لو ابا حتى لو بيتف بقى القلص يبقى فرحان اهو، جاب الباب هيجيب بابا. كم صبرها على تعليمه؟ ما طاقة الرجال على الصبر، لا طاقة، لا طاقة. ولذلك رب العباد مراعاة لهذا جعل كل حقوق الابناء في السن الاولى للام، حال الانفصال والطلاق حضانة الطفل لا تعطى إلا لأمه، لاحظ الأب فيه. ولو كان أعقل خلق الله وعدله. سيدنا عمر بن الخطاب لما طلق أم عاصم، عاصم كان طفل، يروح فين؟ في حضانة أمه. طب وعمر؟ أعدل خلق؟ أبدا، شاب عاصم لكن لسه تحت سن الحضانة. أمه تزوجت، رعته جدته، ولذلك التشريع جعل الحضانة الأم لأنها الأصل. فإن لم تكن الأم فأم الأم الجدة، فإن لم تكن جدة فأقرب قريبة امرأة، ولا يعطى الطفل الأب على أي حال، لأنه لا طاقة له على التعامل معه رغم قوة الرجل وعقل الرجل. لكن لما يتعامل عاقل مع من لا عقل له هيجن الولد والولد هيجنه،
رحم الله ابن الشافعي يقول لو جاءني عالم يناظرني لافهمته، ولو جاءني جاهل لافهمني. هقول له قواعد، لا اعرف قواعد. اصول، لا اعرف اصول. هتنظر على اساس ايه؟ ولو جاءني جاهل لافهمني. الطفل يفهم ابوه اللي خلفوه. خلي بالنا في السن الاولى. لا يقوى على هذا الا المراه من حيث كونها امراه خلقها الله وهي اهل هذا، واعطاها من قوه الطاقات ما يكفيها لاداء هذه المهمه. وضحت؟ فلولا هذه الصيانه عند امهاتنا وهذه الطاقات التي اعطاها الله للمراه ما ربينا ولا ربي ابناء. ده جانب. الجانب الثاني الرجل. قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ان خلق ايه؟ لكم. ايه معنى لكم؟ ها؟ ايه معنى لكم؟ كأن المرأة ما خلقت إلا لك. هذا سر خلقها وسبب خلقها. خلقت لك، لا حياة لك بغيرها. 7 مليون فرنسي وفرنسية يعيشون أحادين في بوتين، رجال بالنساء بسبب الرجال. التقرير يقول كلهم يعاني من الاكتئاب، ما فيه واحد سليم، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة. ما احنا شايفين اهو. تزوج لو غابت عنه ليلة اسبوعين تحرك سلامات. فسلامة جسمك باعوجاج ضلعك، وسلامة حياتك الزوجية باعوجاج زوجك، بغلبة العاطفة عنده. لو ذهبت عنها العاطفة وصار لا عقل مثلك حتجنك. تخيل بالله عليك، ها؟ قريب سنأتي له. تخيل لو هي عاقلة مثل الرجال، وأنت راجع من عملك مشغول وتعبان وهلكان وتأخرت عليها شوي، رحت فين؟ ها؟ لو عندها حبة عقل مش هتعرف تفلت منه. أصلي وفصل، تقول لا لازم تقول، وهتعمل لك تحقيق أم دولة لغاية ما تخليك تخرج وتعترف. المرأة من هذه النوعية كم يتحمل زوجها المسلم معها؟ هيعيش مع الزوج طوال اليوم، خارج البيت وعمال يفكر كيف يواجهها عند العودة، كيف يجيب على أسئلتها. لكن المرأة اللي غلبت على عاطفة أول ما تقول إلا أخرك يا شيخ وحشين تعالي بس هدي بوسي، تنسى السؤال. لذا سئل علي بن طالب من خير النساء ومن شر النساء؟ قال خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. اللي مش هتعرف تلف الدور عليه هتجننك. 48 ساعة ان شاء الله تعالى هيوديك مستشفى الأمراض العقلية. اذا ندرك يا اخواني قوة العاطفة في المرأة سر حياة الرجل، سر سعادة الرجل. ليس هذا نقصا، بل هذا عين الكمال. هذا عين الكمال. كمالها في غلبة عاطفتها وضعف عقلها، لا في كماله. الله يرحم الشيخ. مكان حي، واحدة صاحبية في مصر كتبت مقالة تهاجم هذا الحديث من شديد. كيف تقول ان المرأة يعني لها نصف العقل، نصف عقل الرجل، وانا استاذ في الجامعة وحصل على 3 شهادات دكتوراه، بقى انا عقلي نصف عقل الباب؟ فالشيخ كشك قال لها يا بنتي هذا الحديث جاء لنساء النبي والصحابيات والمؤمنات الموحدات، ها؟ هم دول اللي عقلهن نصف عقل الرجل، اما انت فلا عقل ولا دين. هتجيب النص من فين؟ إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني. هذه من أدلة، يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ثم بين الثمرة فقال لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها، إليها ولا لها؟ إيه الفرق بين إليها ولها؟ ها؟
لغة عربية. ما الفرق بين إليها ولها؟ حد يعرف؟ أخ أخ إخواني نفهم هو ده التدبر. لماذا جاء هنا بإليها ولم يأتي بلها؟ إلى إخواني تسمى الغائية في اللغة، يتم معناها عند بدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، أين يتم المعنى؟ عند باب المسجد. يبقى أنت وصلت تحقق المراد. طب لو أردت الدخول لا تقل إليه المسجد، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، إن لم تعني الاستقرار والدخول. وذلك القرآن يفرق بين هذه وتلك في كل معنى القرآن. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أي هل من كل قوى الأرض من يوصلكم إلى الحق؟ إلى الحق يعني إيه؟ إلى أول الطريق مش آخره. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ لما خرست ألف الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم تكفى الله برد عن ذاته فقال كل الله يهدي للحق، ما قالش إلى الحق، قال للحق، لآخر الطريق مش الأول. واضح المعنى؟ إذا ندرك. فلما يقول هنا لتسكنوا إليها ولم يقل لها، لو قال لتسكنوا لها لما كان للرجل سكنى عند امرأته إلا عند الجماع والمعاشر في البيت. لكن لما قال لتسكنوا إليها السكنى تبدأ من بعيد في عملك وفي منتهى الإعياء، ساعة الصفر، ساعة خروجك من العمل وتبصم البصمة، يا سلام، يبدأ الهدوء والسكن النفسي، رايح البيت هسعد بالولي، هستريح من هم العمل، فيبدأ السكن وانت فين؟ لحظة مغادرتك المكتب، جاي سفر وامرأتك بعد عنك، يا سلام، ساعة ما تجمع الحقائب وتتجه للطائرة يبدأ السكن. لذا قال إليها، بمجرد التوجه وبدء التوجه لها يبدأ السكن. لتسكنوا إليها. ثم قال وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. إيه الفرق بين المودة والرحمة؟ الآية ذكرت اثنين، الحديث ذكر ثلاثة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سبع أعضاء الحمى السهر. إيه الفرق بين المودة والرحمة والعاطفة ولكل واحد؟ حد يعرف؟ ده احنا اغلب متزوجين ودي امور كلها كان لابد من معرفتها قبل الزواج، فرض عين تعلمها قبل الزواج. نعيد الامتحان من تاني. الموده، المودة أصلها الود، أصلها الود، ود يود مودة، ده مصدر، وأخذ منها اسم الودود، اسم أسماء الله الحسنى. الودود يا إخواني من يصل من قطع ولا يقطع، من يصل من قطع ولا يقطع. المودة أصل في الحياة الزوجية، بمعنى ان الانسان مطالب، لان دي حياه مستمره وفيها استقرار، مع الاستقرار لابد ان تظهر كل العورات، كل الاخطاء. واللي عايز امراه معصومه؟ ما في امراه معصومه، ها؟ ولا رجل معصوم. هو سيخطئ واظهر خطاه، وهي ستخطئ واظهر خطاها، شئنا ام ابينا، رضينا ام كرهنا، كل ابن ادم خطاء. دخلت في كل ابن ادم ان تدخل انت امرأتك، دخلت يقينا. فلما اقول كل ابن ادم خطاء، اذا كل ما نخطئ، فكيف بالخطا مع الصق الناس بك؟
اللي ربنا بس ما في القرآن قال والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب زوج لاصق معك. وقال تعالى في الآخر وقد أفضى بعضكم البعض. أفضى يعني أظهر كل ما كان يخفي. كل عوراته وذلاته وأخطائه ظهرت منه ومنها. كيف تستمر الحياة مع وجود كل هذا؟ بالمودة. المودة أن يغفر لها مغفرة المحب. الإنسان إذا حب إنسان أي خطأ يقع منه يغفر له. المثل المصري الموجود عنده يقول لك حبيبك يبلع إيه؟ يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، مش كده ولا إيه؟ المودة هو ده معناها. إن يبلع له الزلط لأنه محب. يحبه حبا يغفر معه كل ذل. لذا قالوا المودة وليدة المحبة. المودة حال المحبة. يبقى حال حبك لها هتغفر لها أول بأول أي أخطاء، وهي تغفر لك أول بأول أي أخطاء. ها غفرنا الأخطاء بننساها، لا نجمعها ولا نحصيها ولا نعدها، لأن هذه من كوارث الزمان إن المرأة تعد لرد أخطاء. أنت عملت كذا كذا وكذا 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 وهو عدنا. هذه جريمة لا تستقيم بها حياة. المودة المغفرة المستمرة مع نسيان الذنب أولا بأول. نوضح، الإسلام وضع لها قواعد كيف تستمر المودة، كيف نواصل المودة. وضع الإسلام لها قواعد، قواعد المودة. حب يغفر معه كل ذل، وكل ما وقع الزلل ونفرت النفس يعود مرة أخرى فيصل. ده معنى المود، وده معنى الودود. كلنا رب العباد نعصيه ويصلنا، نعصيه ويصلنا، نعصيه وينعم علينا، نعصيه ويفتح لنا بابه. أراد الله لنا أن نتأسى بهذه الصفة مع نسائنا ونسائنا معنا. وصل معنى المودة؟ يبقى المودة وليدة المحبة. خلاص يا باشا؟ ده احنا لسه في اول في نستفتح. خلي بالك من القضايا الاهم لسه ما طرحناهاش. خد واحد منهم، خد واحد تاني يا دكتور. لا مش مش اخر عهدي في سنه 69. انا ما بشربوش خالص. ما بشربش ليش؟ ها؟ 69 مش 67 بعدها. حال فقد المواد، حال فقد المحبة. شرع الله لنا الرحمة. إن لم تصلها حبا فأنت مطالب أن ترحمها لضعفها لعجزها الذي حملها على هذا الخطأ. إنسانة ضعفت ذلت، نتركها تدخل النار ولا نأخذ بناصيتها للحق؟ أذن أولانا ونستكمل أستعذب بس مدام في الجماعة ممكن نأخذ أذان، ما فيش حرج يعني. تمام مستعد خلاص أمر الله. الله أكبر الله أكبر. أنا عارف الموضوع عايز سلسلة، عايز سلسلة لكن الله مستعان. الله مستعان. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة القائمة. اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة الفضيلة بعث الله مقام محمد الذي وعدته. أما بعد إخواني في الله، ففرق الشرع بين المودة وبين الرحمة. الرحمة قلنا حال الخلاف وحال مفرد النفس، فالمسلم مطالب أن يرحم غيره المسلمين، فكيف بامرأته ومن عاشرته عمرا؟ هي أحق بالرحمة من غيرها، هي أحق بالرحمة من غيرها. وفي الحديث الصحيح يبين النبي معنى الرحمة حين قال إن الله قسم الرحمة 100 جزء، جعل منها جزءا واحدا بين خلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. مطلوب من الرجل أن يكون رحيم بامرأته، مسلمة مؤمنة أم أولاده، أخطأت يتركها تدخل النار؟ أم هو مطالب بمعالجة عيبها وتصحيح خطائها والصبر عليها والأخذ بناصيتي الحق؟ هذا الجانب جانب في منتهى الخطورة. الرجل للأسف الشديد يود من المرأة خيرها ولا يود أن يعالج عيبها، ودي كارثة مع ملحوظ. المرأة حين ربيت في بيت أبويها ربيت زوجة ولا بنت؟ ها؟ من يعلمها أن تكون زوجة؟ من يقومها كزوجة؟ أوجب الله ذلك على الزوج، على الزوج. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت مطالب أن تنقذ نفسك ومرأتك وأولادك من النار إلى قيام الساعة، مطالب بهذا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من فقه هذه الآية أخذ هذا النص وجعله عنوان باب عنده في صحيح البخاري. قال باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأورد تحت حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مطالب بإنقاذها من النار، أنت مطالب بتقويمها زوجة، بعلاجها، شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت. لكن بمجرد أن ترى عيب أو خطأ تطلق، هذه مصيبة كارثة. انت عايز امرأة ايه؟ ملاك غير موجود. ان طلقت هذه ستجد غيرها بالعيوب،
ولا تحتاج أين تخويف. لا تزوج مائة امرأة لن تجد منها إلا ملك من أود. ولو هذا أسلوبك لن تستقر معك زوجة ولن تصلح أن تكون زوج. هذه قاعدة. المسلم مطالب بالرحمة، هذا أصل في دين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل حسن الحسين فرآه الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أو نقبل أبنائنا؟ إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم واحدا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ نزع الرحمة بسيط، كيف تنزع من قلبك الرحمة نحو امرأتك؟ إن لم يكن التعامل بالمودة لحبك لها فالتعامل بالرحمة مع أسوأ أحوالها معك، بل كمال الصبر في هذا. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة. الصلاة هي إيه؟ أوجب الواجبات. فيها أوجب الصلاة؟ قال وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ اصبر واصطبر. طب إيه الفرق بين اصبر واصطبر؟ ها؟ لا مش المبالغ، اصطبر مش مصيغ المبالغ. الصبر له 5 مراتب يا اخوان: صبر، صابر، تصبر، تصابر، اصطبر. اعلى مراتب الصبر امرنا بها مع المراه في اوجب الواجبات في الصلاه، فما بالنا بما هو دون الصلاه؟ باختصار شديد لما يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها يبقى مطلوب الاصطبار على كل حال. مطلوب الاصطبار على كل حال. هتصبر هتصبر. الله يرحم احد علمائنا كنا في بعثه فبمر علينا صبرنا، قال لي يا اخوانا اصبروا وان لم تصبروا ستصبر. ان لم تصبر رضاك تصبر رغم انفك ولا اجر لك. فاصبر رضاك وخذ الاجر. ان لم تصبروا ستصبر. هروح فين؟ ابتليت بامراه. ها؟ هتصبر. الصحابه لما وعوا هذا كان لهم فقه عالي جدا. هذا احد الصحابه ابتلي بامراه كارثه. حتى قالها ابن عباس طلقها فلم يثلها شرع الطلاق. لم يثلها شرع الطلاق. فالصحابه رد عجيب. قال والله يا ابن عم رسول الله اني لاخشى ان اطلقها فيتزوجها اخ لي مسلم فيرى منها ما ارى منها. هو ده الشرع. هو ده الشرع. انا مش عايز اخلص وشايلها لواحد تاني. انا ابتليت بها خلاص. اعالج، اقوم، اصبر، اتضرع الى الله، اتذلل الى الله حتى القى الله. لنا قدوة في الأنبياء. كم صبر نبي نوح على امرأته حتى هلكت. كم صبر نبي لوط على امرأته حتى هلكت. طب ده نبي. أيوة نبي ومعصوم. وهذا من دواء الأسوء. ولما ضرب الله لنا هذين المثالين حتى نتعلم هذا الأدب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن يدريك قد تكون أكره نسائك هذه ها هي أسعد نسائك فيما بعد وقد يغير الله حالها. وضحت؟ لكن أنا أود أن ألمح على قضية خطيرة في قضية الرحمة. الأخطاء عند المرأة في أخطاء يا إخواني قد تكون هي فيها مخطئة يقينا، لكن هناك نسبة كبيرة من أخطاء النساء لا يد لها فيها لما يعتريها مما لا يعرفه الرجال. سأذكر 3 أحوال إجمالا وغدا نذكرها تفصيلا. حال حيضها، هل يتصور عاقل أن المرأة حال حيضها يستقيم سلوكها كحال طهرها؟ ما الحيض؟ ماذا نعرف عن الحيض؟ ندخل في التفاصيل. ها؟ خروج الدم بس. ايه الدم اللي بيخرج؟ ماسك. الدم من فين؟
ما بيطلعش عندك الدم فاسد؟ ها؟ مش هي انسان زيك؟ لماذا يخرج منها دم فاسد؟ يا اخواني نفهم، نفهم القصه، لان هذا الجانب لولا ان الله عرفنا ايه ما عرفناه. لا يوجد تشريع على وجه الارض وضع احكام لحال المراه عند حيض الا شرع الله، الا شرع الله. لنعرف عظمه الشارع سبحانه وتعالى، نعرف عظمه رب العالمين. يعلم المراه هذا، المراه حال حيضها رب العباد عافاها من اوجب الواجبات الصلاه، واجرى لها كامل الاجر. يعني حال طهرها تصلي، ان احسنت اجرت، ان اساءت اثمت. حال حيضها تاخذ الاجر كامل غير منقوص. الرجال هيتمنى له حاضر عن غير من النساء، مش كده؟ نسأل الله العافية. ندرك ان عافاها رب العباد من اوجب الواجبات، ماذا نتصور؟ لماذا عافاها؟ لان الامر فوق طاقتها. يا اخواني دم الحيض ده عباره عن ايه؟ المراه رب العباد جعل لها رحم ليس لنا. الرحم عباره عن ايه؟ بالونه. عارفين بالونه؟ زي البالونه بالضبط. كيف يوضع فيه الغلام حال ارتخائه؟ اي خبطه يموت الطفل. رب العباد لكي يحفظ الطفل فيه مع بدء تكون الحمل، بدء تكون البويضه، أول لحظة تتكون فيها البويضة يحصل الحيض. يبقى بدء الحيض مع بدء تكون البويضة، إيه الارتباط؟ تصل تعليمة الرحم. نظف كل العفش اللي موجود في عروسة جديدة أو عريس جديد، هنعمل له فرشة جديدة وبيت جديد. فالرحم يقضي على كل الدماء، هنرجعلها مرة أخرى ويطرد ويبدا يضخ دماء جديد. تعمل الدماء دي تنزل بسرعه رهيبه لغايه ما تنفخ الرحم، تعمله زي الكره، بدل ما هو بالونه تنفخ لكن داخلها جدار صلب. هذه الدماء اللي ضخت تتجلط. الدماء اذا تجلطت كثافتها اصبحت اشد من كثافه الاسفلت 1000 مره. أي صدمات تقع على الرحم يمتص الصدمات ليحمي ما فيها من غلام. لذا قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. مكين هذه الدماء اللي أقامت هذا السياج الواقي لحماية هذا المخلوق الهنسل، بدأ تكوينها مع لحظة تكون البيض. متى تنزل بيضة وتزف؟ في منتصف الموت، ما بين أول لحظة الحيض لبدء الحيض الجديد. العادة 28 يوم عند أغلب النساء، منها أسبوع، ثلاثة أيام، خمسة أيام، تسعة أيام عند المرأة حي، والباقي طهر. في منتصف المدة البيضة تنزل إلى الرحم. إن وجد التلقيح حصل حمل. حصل حمل، الفرشة جاهزة والبيت مهيئ لهذا المخلوق كده. لم يحدث حمل. عمر البيضة إذا نزلت من المبيض إلى الرحم عمرها داخل الرحم 24 ساعة فقط. إن لم توافق مني وتلقيح ماتت. ينتهي الشهر حتى تكون بيضة جديدة. يصدر الأمر للرحم كسر كل هذه الدماء المتجلطة عشان يكسرها وهي أشد من أسفل. بيكسر الأسفلت إزاي؟ تخيل الرحم يغيد ويزداد ليقضي على هذه الدماء، يفتتها قطع صغيرة ويطردها في صورة دم الحيض. كم تعاني المرأة من آلام وقت الحيض مع غيض الرحم والزيادة لكي يفتت هذه الدماء وطرد؟ آلام رهيبة. هل نتصور أن امرأة في هذه الحالة عقلها كعقلها، سلوكها كسلوكها؟ انت لو عندك حبه مغص ولا اسهال لمساك، سلوكك كسلوكك حال سلامتك؟ ف
فكيف نتصور في حق المرأة غير هذا؟ لذا عافها الشارع من الصلاة، من الصيام، من كل التكاليف. خلاص المتعلقة بالحيض جاءت بها. الأشد، حرم علينا طلاقها في وقت الحيض. ليه؟ لأن عقلها غير عقلها، ويقينا سيصدر منها ما لا يخطر بالك، أخطاء متوقعة 1000000%، مش 100%، 1000000%. وكثير من الجهلة أول ما يجدها حاضر وسلكت سلوك غير سيء، أو تكلمت بطريقة حادة، أو تعصبت، أنت طالق، أنت مجنون. حرم الله الطلاق في هذا الوقت، لأن الله عذرها لما يعلم منها ولا نعلم. هذا التشريع كما قلت لا مثيل له على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قدوته، كان إذا وجد كلمة من امرأته فيها ولو همسة أو لمسة يتنبه لهذا سريعا، يسأل سؤال واحد بس: أنفستي؟ أنفستي عن تحطي؟ إن أومأت عفى عن كل ما يصدر منها. صلى الله عليه وسلم. ما السماء صلى حبيب؟ كم واحد فينا تأثر برسول الله؟ حد فينا فكر أن هذا الأمر ليس للمرأة فيه قوة على دفع الخطأ؟ كيف نعاقبها على خطأ لا يد لها فيه؟ لا يد لها فيه، نحملها ما لا تطيق؟ من يعطيك هذا الحق؟ هنا تأتي الرحمة، وهنا يأتي التشريع ليعلمنا أن المرأة معذورة في هذا كله، وعفى الله عنها، وحتى الصلاة اللي اعترف عنها لا تقضيها وتأخذ كامل أجرها. الصيام فيه ساعة ممكن تقضي، لكن الصلاة كسر الصلاة، بعض النساء يستمر 11 أيام ثلث الشهر، هتقضي كل هذا؟ عفاها الشارع وكتب لها كامل الأجر وكامل الأداء، وكامل أداء، مش تؤدي الفرض، ده يكتب لها أجر الفرض وكل ما كانت تؤدي من سنن صحيحة مقيمة. واضح المعنى؟ هذه حياة، مرحلة، مرحلة من مراحل المرأة والرجال عنها في غيبة، وكثير من مشاكل تقع في مثل هذه المرحلة. كم رجل فينا فطن إن المرأة معذورة في أي خطأ يقع منها في هذا الحال حل، وأننا مطالبون أن نتغاضى عن أي خطأ منها يقع على الحل. فمطلوب نتعلم هذا الدرس. إذا وجدت سلك معتس أنفستي، نفست خلاص، هي في مرحلة العفو الكامل بل الرحمة والشفقة بها، تتحمل هذه الألم من أجلك، من أجل مولود يأتي لك، هي تتحمل، وأنت لا تتحمل مع تحملها تبقى مصيبة وكارثة. كيف تكون زوج وأنت الأب والولد ينسب إليك في النهاية وأنت صاحبه، ولا تحتمل ألم من تحمل لك ولدك؟ ألم لا خيار لها فيه. بعض النساء وقت الحيض لا كد يكن دمها يقف من كثرة الألام. يا إخوان ندرك هذه مرحلة، مرحلة ضعف. عندنا مراحل أخرى، مرحلة الحمل الأولى، الأشهر الثالثة الأولى، وفقهاؤنا يسموها مرحلة التوحد. سامحوني زي بعض عشان مش الوقت انتهى، أشرحها غدا بالتفصيل. مرحلة ثالثة ودي الأخطر، إن شئت تقول 30% من حالات الطلاق في أيام التوحم الأولى. ونوضح كيف تأتي. 70% من حالات الطلاق في حالة المراهق الثاني. كلمات أول ما تسمعوها، المراهق الثاني، الإنسان اللي مراهقة واحدة ولا اثنين؟ لا، ليه اثنين. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ايه؟ من ضعف، ثم جعل بعض ضعف
بداية المراهقة فين؟ انتقالك من الضعف للقوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. انتقالك من الضعف للشيبة مراهقة ثاني. عند الرجال وعند النساء. وتغير في الفسيولوجي بيحصل في جسم الرجل وفي جسم المرأة. ليس للمرأة في خيار والرجل في خيار. وهتجد منها ألوان من الخلل لا تتصوره. 70% من حالات الطلاق بتحصل في هذه المرحلة. سنأتي لها بالتفصيل. أنا شفت هذه المعاني على عجالة حتى ندرك خطورة موقف. هنتحدث عنها بالتفصيل. حتى لا نضيع المعاني لأنها تحتاج شرح. فسامحوني سأرجي هذا الموضوع لغد حتى أشرح بشيء بالتفصيل حتى ندرك مراحل تطور المرأة وكيف نتعامل مع كل مرحلة بما شرع الله لنا ولها. واضح المعنى؟ معنى خطير وخطير جدا، وضياعه ضياع للبيوت يقينا. 90% من مشاكلنا بسبب جهلنا بدين ربنا، بل إن شئت تقول 99% من مشاكلنا بسبب جهلنا بدين ربنا. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. كيد النساء ما تكلمتش عنه. بكرة إن شاء الله. كيد النساء ما تكلمتش عنه، معذرة. عايزين نتكلم عن جيلك.